السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وبالف خير. الا كنتو جداد مرحبا بكم في القناه، وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. اليوم بغيت نشارك معكم، غنعاود نزيد صباغه لشعري حيت كما كتشوفوا هنا ناصح هنا. لا المهم، شريت هاد الصباغه، هي اللي كنستعمل انا دابا. شريت اللون 9.00، وغنجربو معاكم ونشوف كيفاش غيخرج. غنوريكم هدا شنو فيه الداخل. هادي اللي فيها ديجا ندير فيها هدا، خاصني نزيد على البوماطة. وكيعطيوك هذا واحد سيارة باش ديري شعرك باش ما يخسرش لك. كديري فلتينتا في هذه في الصباغه، مني تكوني تخلطي فيها كديري باش بحال كي بروتيجي لك الشعر. وهادو كديري بحال الزيت من بعد مني تعومي تغسلي شعرك. وهذا بحال البالسم كيزيد لك في اللون، يزيد ينصح. وهذه هي هذا هو اللون. دابا غنخلطو معاكم. ونزيد عليه هاد المسيار. نسيت ما دخلتش المقص. صافي، هو داير بحال كتشوفوا بحال الزيت. عطاني لاكات وكيفاش غنستعملها. هنا مديري لاكات هنا عرفتو واحد الصهد ما نعاودش ليكم. صافي نبداو بسم الله. يا ربي صافي. ونحيد
نحاول نقوي هنا في ما عنديش اللون بزاف. ما تنساوش ديروا بومادة في الجبهة، اي بومادة. انا درت غير هذيك ايدراتانت.
دابا غنخليه مكتوب هنا نص ساعة تيشد اللون ورجع تا اللون ما خرجش بزاف من هنا ديما عندي هاد المشكل خرج غير من هنا شتو كان كحل ولا مارو ناقص شوية صافي ومن هنا اللون كينصح ولكن ما كينصحش بحال هنا شتو هنا كان غيبدا ينصح ولكن دابا غنغسل انا دابا غسلت شعري وغندير هذا اللي يدير بحال الزيت تا هو كتشوفوا بلي هنا نصاح شويه وتا هنا حيت ما كانش هكا ولكن هذا اللون اللي بغيتو يخرج هنا ما خرجش هنا ماشي كنت باغا ندير هذا مارو باش يولي مقاد مع هذا ولكن قالوا لي بلي جا معايا هكا وانا عاجبني هكا بغيت غير ينصاح شويه اكثر من هنا المره الجايه غنعاود صباغه اخرى الا رشقت ليا المهم هذه هي نهايه ديال الفيديو نتمنى يعجبكم ما تنساوش ديروا لايك الا بغيتو واللي ما مقيتش عندي في القناه نتمنى يتابونا عندي ونشوفوا فيديو جديد.